معانا واحده من احد المؤثرات اللي في هذا المجال، ريليشن شيب كوتش نهال فهمي، هتكلمنا في كل التفاصيل. ازيك يا نهال؟ اهلا، عامله ايه؟ بيكي. اخبارك عامل ايه؟ انت منوره، باربي إيه؟ النهارده معانا. انا جايه بيت باربي فقلت استعد لكم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. زي ما انا قلت، طبعا الناس اللي هم بيبقوا لسه والدين وجايبين طفل بيبقى ده راس مالهم، بيبقوا عايزين يشكلوه بالطريقه اللي تناسبهم واللي نفسها تشوف بيه ابنها، تنمي مهاراته، يعني تنشا فيه سلوكيات سليمه عشان تشوف زي ما بيقولوا ايه اللي تزرعه هتحصده بعد كده. طيب يعني عايز اسالك من البدايه، ايه هي مصطلح ريليشن شيب كوتش عشان ندخل بعد كده بقى في الموضوع؟ اوكي، ريليشن شيب كوتش، انا كوتش علاقات، متخصصه علاقات. العلاقات هي علاقات ما بيني وما بين نفسي، علاقات ما بيني وما بين الافراد، او علاقات الخاصه بالمنظمات، يعني زي عندكم هنا مثلا في القناه، علاقات اللي ما بينك وما بين زمايلك. العلاقات دي بتقوم على منظومه معينه، مش كلنا بنبقى فاهمين بعض، مش كلنا بنبقى عارفين نتعامل. اوكي، عشان نقدر نتعامل بنحتاج تدخل من كوتش. الكوتش ده بيشوف افكارنا ويعيد توجيهها مره تانية، ان احنا كلنا نشتغل على هدف واحد. عشان كده لما بنكون بنقول بقى في الاسره زوج وزوجة مع بعض، كوتش العلاقات بيدخل يعمل ايه؟ بيقرب وجهات النظر، بيشوف انا هنا هدفي ايه وانا هنا هدفي ايه. طب هل الهدفين دول متقاربين ولا انتوا الاتنين مش شايفين بعض ومش شايفين اهداف بعض؟ فكل واحد ماشي في اتجاه، وفي اتجاه تربيه بالتالي، كل واحد بيربي بطريقته، كل واحد اللي بيزعق واللي ما بيزعقش طبعا، والساكت واللي مش ساكت وهكذا. طيب التربية خلينا نتفق ان هي بحرها كبير جدا وتفاصيلها كبيرة جدا في الاطفال وفي كمان الاعمار المختلفة. هل من وجهة نظرك انت شايفة انها لازم تنقسم بين الاب والام عشان نطلع جيل سليم وسوي؟ لو الاب والام متواجدين مع بعض في بيت يبقى هي مسؤوليتهم هما الاثنين. لو الام لوحدها وموجودة في بيت لوحدها خلاص بقت مسؤوليتها، مسؤوليتها كاملة مكملة، وان الاب ما يتدخلش في اي حاجة، بس ده هيبقى عبء كبير جدا عليه. هو مسؤول، بس ما ينفعش لو هو مش موجود او سافر او اكلم لك أو هرب بابا، اكلم أو لك بابا، اه مثلا اكلم لك بابا، كل حاجه بالاطفال تروح اه تكلم لك بابا. لا لا، اصل انا مش عارفه، اصل انا مش قادره، عشان هو مش يسيبني. دايما فكره ان انا برمي اللوم على حد طبعًا مش موجود دي بتبقى مشكله. انا مش عايز اعيش دور ضحيه. انا جايه اقول لان اول واحده هتتاثر بيه هي الام. اتبسطي لوحدك، اتبسطي وربي لوحدك، خلاص ده نصيبنا في الدنيا او ده قدرك، كملي مفيش مشكلة. بس في ناس ما بتقدر، خلينا نتفق ان في امهات كتير طبعا بيتاثر عليها بالسلب لما بتحصل للاسف انفصال بينها وبين الزوج طبعًا. وده بيأثر على الاطفال كمان في التربيه. انت واخداها الموضوع بسلاسه شويه، وخلينا نقول يمكن ده طبعا بالوقت لما بيعدي بيخلي خلاص النفسيه ارتاحت وبقت تقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي. بس في الاول في ستات كتير جدا بتبقى متاثره ومش قادره تكمل. تنصحيها بايه حتى بعيد عن التربيه والاعباء والمسؤوليه، ان هي يعني تقولي لها ايه اعملي مع طفلك كذا؟ لا، خليها الاول تقوم وتقف على رجليها واحد اثنين ثلاثه عشان تقدري تستعيدي طاقتك الايجابيه تاني. طيب بصي هقول لك على حاجه، لما باجي اقعد مع ام، لان انا بحب اشتغل قوي مع الامهات، ببقى حاسه بيهم ومقدره قوي الكلام اللي هم بيقولوه. تيجي الام تقولي ايوه بس انت متجوزه فانت مش مدركه احساس ان انا ابقى سنجل مام عامله ازاي. اقول لها لا، لان مش معنى ان انا دلوقتي موجوده والاب موجود فانا لازم اعتمد ان هي دي الصوره الكامله لتربيه ولادي. في اي وقت اي حد معرض ان يحصل هزه في كيان الاسره. هل احنا بنتمنى ده؟ لا، ما بنتمناش ده، بس ما ينفعش ابقى رسمه صوره وكاني حاطه قالب معين. الطفل ما بيترباش كويس غير لو الاب والام موجودين. طبعا حتى لو الام عملت كل حاجه دورهم مهم طبعا، بس انا برضو خلاص موجوده. هو مشي خلاص، مرميش لوم، ابدا بقى اهتم بنفسي واهتم بصحتي واهتم انا المنتل هيلث بتاعي محتاج ايه. طبعا صحتي النفسيه لازم، يعني لازم تكتسب ثقه كبيره جدا بنفسها وتكتسب طاقه ايجابيه عشان تقدر تدي للي قدامها. ده مهم جدا لاي ست في الدنيا. عارفه الفكره كلها بتبقى عامله زي كوبايه الميه. طبعا هاتي كوبايه ميه قدامك وقعدي اشربي منها. اوكي، بعد شويه ساعه هيبقى فاضل فيها حبه كده. لو حد تاني عايز يشرب هيجيب كوبايه مليانه. طبعا شويه صغيرين دول ولادك هينفع ياخدوا منك؟ شويه صغيرين دول هم طاقتك. خلصت خلصت. بنرجع نعمل ايه؟ نملى تاني. عشان تملي بقى الميه دي تاني، فالام تقدر تطلع تاني لولادها طاقه وحب. طبعا تنتج. طبعا اكيد. عشان تعمل ده هي لازم تعمل ايه؟
كوباية المية دي لازم تتملي حب. الحب ده مش لازم يبقى من بره. أنا بحب نفسي. أنا هتكتسب ثقة كبيرة جدا، دي حقيقة. أنا هدلع نفسي، أنا هبسط نفسي. بتامر حسني بقى بصوت تامر حسني، أنا هدلعني. هدلع نفسي وهدلع نفسي.